تأسيس هيئة مختصة للمراجعة هذه القوانين وتجديدها والعمل حقيقة على تحديثها والتفاعل مع التجارب الدولية المعاصرة في قضية بلورة هذه القوانين لتكون أكثر فعالية وأكثر يعني فائدة للمجتمع. بالتأكيد القانون هو ينظم يعني سلوك الأفراد في المجتمع ويتطلب في الواقع يعني صياغته بطريقة علمية حديثة مع الأخذ بالاعتبار التفاعل مع كل التجارب الدولية التي ممكن أن تخدمنا حقيقة في مجال الصياغة التشريعية وإظهار القوانين بشكل صحيح. ينبثق عن هذه الجلسة تشكيل وحدة قياس الأثر المالي للتشريع اللي تراجع القوانين قبل إقرارها، هذا جزء يعني من المخرجات. بالتأكيد الجلسة اليوم هي حلقة في جزء من حلقات متعاقبة إن شاء الله في نفس الموضوع، جزء مهم من عمل مجلس النواب يتعلق بالتشريع، أو هو عمل الأول والثاني بعد الرقابة. كان ينبغي من أول دورة برلمانية في عام 2005 يبدأ هذا الاتجاه باعتباره أنه أهل الحل والرأي من أهل الاختصاص هم المهم سماع رأيهم في خصوص إصدار هكذا تشريعات، وبالتالي نحن نؤكد بأن مجلس النواب يسير بهذا الاتجاه ونحن نضع جهودنا وإمكانياتنا المتواضعة من أجل صياغة التشريعات التي لا يوجد فيها تناشز أو اختلاف وبالنتيجة تلقي بظلالها لمصلحة هذا الشعب والبلد.